كل شي قلناه ما بقى والو ينقال اللي فوتناه شي حاجه اكتر من الهبال كل شي قلناه وما بقى والو ينقال اللي فوتناه شي حاجه اكتر من الهبال دابا كل شي مشى ما عندنا ما نبينو اللي كان رجع وجانا زيرو ودابا كل شي مشى ما عندنا ما نبينو اللي كان رجع وجانا زيرو انا مصطفى البركاني كنشكر جزيل الشكر الاخ رضا والجاليه ديالنا ام ار او الصحافه ديالنا بن هذه المناسبه جيت باش نقول لكم بالله راه عندي الجديد درت واحد السينجل عباره عن اغنيتين الاغنيه الاولى درتها اوماج على لي ريزيستونس الشهداء والاغنيه التاليه درتها عباره عن اغنيه عاطفيه وهاد الاغنيتين راهم كاينين الحمد لله كاينين موجودين في يوتيوب واللي بغيت نوضح لكم بالضبط ان انا بغيت ندير اوماج لهاد لي ريزيستون ولا هاد المقاومين بغيت ندير لهم اوماج وكنهدي لهم هاد الاغنيه اللي كتعبر على المعاناه اللي عانها المقاومين سواء مغاربه او جزائريين او توانسه هنا مع في بلادهم وبغيت ندير لهم ان بيتي توماج والاغنيه الثانيه هي عباره عن اغنيه عاطفيه اللي هي ازيرو اللي درتها اللي بدلت ان بو ستيل بدلت الستيل هكذا باش نكون اجور باش نتاعنا نبينوا بلا نقدروا واخا غنينا رقاده نقدروا نغنيوا ستيل اخر بايقاع جديد بايقاع اخر هكذا باش نكونوا اجور باش ما يبلا الناس ملي كتسمع مصطفى البركاني كتقول لك الرقاده نهار سي فريمون هي توجور الرقاده مي نقدروا الرقاده نطوروها بايقاعات جديده بميزانات جديده والحمد لله كان كي دي بوزيتيف ونشكركم بزاف سي رضا وشكرا جزيلا والحمد لله السلام عليكم كل شي قلناه وما بقى والو ينقال اللي فوتناه شي حاجه اكثر من الهبال دابا كل شي مشى ما عندنا